يا جدعان. واحنا عاوزين بس نظام نمشي عليه بالنسبه نلاقي فيه حد مستنينا ولا حد يحجز لنا ولا اي حاجه. والعجول البحري طبعا مش موجوده من ساعه لما جينا ومش عارفين فين. ال 85 راس بس هم اللي موجودين. طب وراحوا فين ال 85؟ اتحجزوا؟ اللي حجزهم اصلا مش النهارده اول يوم؟ النهارده اول يوم واحنا كده كنت في القناطر في السليبه بتاعتهم دي، وكان فيها عجول كتير، المزرعه بتاعت القناطر. اه ودلوقتي بيقول لك هم 85 راس بس، لكن ده في القناطر اكتر من كده بكتير يعني. هم ده ايه اللي موجود دلوقتي؟ مفيش الا الجاموسي. الجاموسي؟ الزحمه دي يعني تبع العدد بيبقى قليل، فمش هنقضي الجروب كله وخاصه ان السعر عندنا ارخص من بره. طب هم بيقولوا ان هم من اول ساعه وهم ما لاقوش ال استحاله طبعا. يعني في بيحجزوا من الساعه 8:30 احنا وصلنا للرقم 186. وصلنا 186 الرقم المحجوز ده 186 ده؟ اه ايه قول على ايه بس؟ مفيش ايه؟ يعني ثواني، العدد اللي طرحه وزير الزراعه اللي قال عليه، هل هو موجود فعلا ولا لا؟ قال كام؟ قال 5000 راس. لا اكثر من 5000 راس. كام طيب العدد؟ 49000 راس. ايوه بعيد السرعه على الموبايل اهي. اكثر من 5 بس ما وصلش 49. طيب ليه؟ لان الناس بتشك ان مفيش حد، مش لاقيين امطار. عمرنا ما هنقضي الجنوب كله، عمرنا ما هنقدر نقضي الجنوب كله. النهارده اول يوم للحج. نعم؟ النهارده اول يوم للحج. يعتبر اول يوم للحج مش عارف تعمل لغايه دلوقتي، ما انت بتشوف كام بنت. المفروض ان العجول هي ما بتتخلص من يوم الحج. رحنا اول 4 لحاجات لقاها وفي القناطر، فرحنا على العجول لقينا بالزراعه عشان الحاجات زي الفل. جينا هنا عشان نحجز لقينا قال لك العجول الباقيه خلصت، من اسم 83 حجز وقال لك ازاي خلصت؟ خلصت بالوسيله اللي في التلفزيون ال 5000 راس. راحوا فين ال 5000 راس؟ طيب يعني هما لما انت جيت تحجز المتوفر ايه دلوقتي؟ المتوفر ايه دلوقتي؟ ايه المتوفر عشان تحجزوه دلوقتي؟ 10000 جنيه على رجل و2000 جنيه على الفاضي، احنا مش مستنيين ندفع بس نستلم. الوزاره وفرت لنا، هنا بقى يقفوا حالنا ليه ما يقولناش؟ راحت فين الفلوس اللي فاضله؟ اول يوم في الحجز النهارده كل الناس اللي شايفاها دي اللي هتحجز فجبنا اللي الغالي قال لك معاك خلصان، الغالي خلصان امتى وفي اي وقت خالص، واول يوم للحجز النهارده. طبعا كل الناس اللي شايفاها دي بتدور على الغالي. النهارده بيقول لك سجل اسمك، بسجل اسمي بناء عليه، كنت الاول بدفع واخد دور. النهارده هسجل اسمي، هل هيضمن ان في عدد زياده ولا لا؟ دي مشكله الناس النهارده. لما كنا بنسجل تاخد الفاتوره على النهارده بيقول لك سجل اسمك، هتسجلي انا اي عدد هيبقى لازم. وايه البقر اللي خلصان في اول ساعه حجز؟ طب ايه اللي بقى متوفر دلوقتي طيب؟ والبقر اللي موجود في المزارع اللي شفناه ده راح فين؟ طب هم اخذوا الحجز من امتى؟ مفيش حجز، ده لسه اول يوم للحجز، اول يوم للحجز النهارده بيقول لك سجل اسمك. والبقر خلص في اول يوم؟ لسه احنا شفنا حاجه اصلا.